إعلان. عزيزي البايكري، إذا كان لديك رغبة بشرط جانبية فلدينا أفضل الجودة وأقل الأسعار. أنا لازم في باركن خاص لي هوندا. أقول لك هوندا مفروض تسمحون لنا يعني عادي يعني. الله يطول عمرك. لا داخل كده نخاف يقولون لي هذه تبع المكان. يعني قليل العذاب أنت. على هيلوكس يعني شوف المسافة اللي قدامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب من هذا النفق الجميل على مشارف دخول إمارة دبي. طبعا وجهتنا راح تكون إلى وكالة هوندا وراح نشوف الموديلات الجديدة اللي نزلت وأسعارها ومواصفاتها، ولكن قبل أن نوصل للوكالة لابد أني ألف المغسلة وأغسل الدراجة، لأن هذه الدراجة دراجتهم، فيقولون الرجال معتني فيها نعطيه موديل جديد مجانا. مغسلتنا لهذا اليوم مغسلة الساطع مثل ما تشوفون، ما شاء الله تبارك الله زحمة، ولكن يعجبني فيهم أني لجيت بالدراجة على طول غسل أحلى غسيل. تكون عندك عضوية VIP مجانية، والغسيل مثل ما تشوفون جدا 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 محترم. أنا أشهد أنه خيل الزمان هذا يا شباب، الخيل يباله رعاية وأكل ومصاريف. الله شغل أونلاين. ها يا سلام يا أخوان، هذه أول لقطة يظهر فيها برج خليفة في قناتي، شرفت ونورت والله. وراح تشوفون فلوقات دبي قادمة من مناظر أجمل وزوايا أفضل، لأن اليوم طريقنا يمين يا جماعة. رسميا أقدر أقول اليوم دخلنا في الشتاء، نسمات الباردة تسلم عليك وتروح. لا 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 لا، أنا بوقف وقفة سريعة هنا يا إخوان عشان أقدر أرويكم المنظر الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، تستاهلون تستاهلون. يعني قليل الأدب قليل الأدب أنت. وهنا أعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون وكالة هوندا في الموتر سيتي في دبي، الدراجة ممتازة، وإذا حابين تشوفون مراجع عنها بلغوني وأبشروا. أنا لازم في باركن خاص لي هوندا. أقول لك هوندا مفروض تسمحون لنا يعني عادي يعني. الله يطول عمرك. لا داخل كده نخاف يقولون لي هذه تبع المكان. طبعا يا جماعة الخير قلت لهم عيب ان الافريكا توين ما تكون موجودة في العرض، فعرضت لهم اياها، عرضت لهم دراجتي. الحين الخلق كلهم بيحسبونا عروضة. ما شاء الله تبارك الله جايين نشوف ال 25. الحمد لله وصل عندنا حاليا الموتوكروس موديل 25. جميل. متوفر ال 450 سي سي بسعر 36,900. الشاسي اتغير بالكامل. ايوه. الانجن صار عليه تعديلات. 36,900. عندنا الموتوكروس كمان الاندور بايكس ال سي ار اف 450 اكس موديل 25. ايش الاختلاف بين هذه وهذه؟ احنا هنا بنتكلم سي ار اف 450 ار، الار هي الموتوكروس بيور موتوكروس حق العراقيب والرمل والسباقات. اما الاندورو فتقدر تقول للطرق الصخريه للطرق الوعره. يعني شو الفارق؟ يعني انا اشوف شكليا اولموست سيم الشكل، بس احنا بنتكلم مثلا السي ار اف 450 ار بتعطيك تقريبا في حدود 52 حصان. ال 450 اكس بتعطيك 41 حصان بس ترك اعلى. ترك اعلى بالضبط. حتى تلاقي الفرق في حجم التواير، ليت خلفي ستوب، ليت امامي، عداد سرعه موجود عليها، ستاند. زي ما احنا عارفين الار لازم يكون وزنها اخف اكتر لانها تعتبر ريسنج او بيور موتوكروس. يعني هنا رسميا اقدر امشي فيها في الشارع تقريبا. هو نوت الاود برضو. ستيل نوت الاود ستيل، بس لو صويت عليها بعض التعديلات، ركبت اشاير ومرايات وغيرت نوعيه التواير تقدر تمشي بيها في الشارع. في الاكس اي دي في هي الترند حاليا اللي موجوده بالامارات، السكوتر. نعم. ادفنتشر سكوتر. في خمسه مود، اون رود مود، اوف رود مود، سبورت مود، رين مود. تقدر تفصل الاي بي اس. جميل. لان لو داخل بي كاتش ولا روك رود زي ما انت شايف حتى عاملين الريمز تبعها نفس فكره الادفنتشر بايك. صحيح. السسبنشن والريمز في الطبيعي السكوتر ما بيجيش عليه كده، وطبعا ده السكوتر الوحيد اللي موجود تقريبا في الماركت 750 سي سي. السكوتر الوحيد اللي 750 سي سي كلهم اقل. فيها سد مكان تخزين تحت السيت، في كمان يو اس بي بالداخل. الجامع عندك بتطلع وبتنزل بخمس مستويات، ده المستوى الرابع والخامس اخر مستوى.
5 مستويات. الشاشه تي اف تي الوان. هنا عندك هاند بريك لان انت زي ما انت عارف الدراجه اوتوماتيك. هي مش اوتوماتيك, هي دول كلتش. ده بالظبط ده النظام اللي مشهور بيه شركه هوندا, الدول كلتش. ان الدراجه بتغير جيور, بتسمع الجير طالع نازل. تقدر تحول الدراجه من الفص ده لمانوال جير تيبترونيك, تنقص جير مانوال جير تزود جير. نفس سيارات السبورت يعني. بالضبط بالضبط. ايش رايك فيني وانا عندي خبره في السيارات السبورت؟ الله عليك. حاليا الدراجه سعرها 56900 وعليها عرض 54900. ونروح على ال 25 24 والوحش. الحين يا اخوان انا امسك المايك, الحين انا اتحدث ما شاء الله تبارك الله. ثواني هذا الستاندرد المفروض صحيح؟ هذا الستاندرد التانك الصغير. جميل ما شاء الله تبارك الله. ايش اختلف؟ اشوف هذا ما كان موجود قبل. مظبوط الادجستد كان مش موجود في الستاندرد صحيح. اختلاف كمان من سنه 24 التواير صارت تيوبلس مش تيوب. الحين الادفنشر سبورت والستاندرد كله تيوبلس. مظبوط. ما بين ال 24 وال 25 ما فيش اختلاف كبير في الدراجه, غير انه ممكن تلاقي الجرافيك نوعا ما اختلافات بسيطه عاد. حدثني عن الالوان. الالوان طيب الأحمر. بالنسبه احنا بنتكلم الاحمر ده ستاندرد نورمال سسبنشن. اوكي. جنبينات عاديه. اوكي. في اللون الثاني اللي هو اللون الابيض الكتريك سسبنشن. يعني كيف تعدلها اللي هو انت شايف هنا البكره. صحيح. بتلفها للاخر وبعد كده تبتدي تشوف البوزيشن المناسب ليك. انا حسبتها كانت 50 لفه فكنت الفها. مظبوط. للنص. هو رفع 4 ملي صحيح. مظبوط. وحتى بالامامي بتلف كله على اتجاه واحد وبعد كده تبتدي تعاير تعمل العيار. هنا صعب. طب جميل. احنا عدلنا الموضوع ده بالكامل على الستاندرد الكتريك سسبنشن موجود. يعني اللي ما بيقدر يسوي ده والله ميزه قويه, مزايا قويه. يقدر يروح ياخد نفس الدراجه ستاندرد صحيح والسسبنشن الكتريك, التحكم بالكامل من خلال الشاشه. بقى اختلاف ان في سخانات بالمقابض ما شاء الله. الادفنشر سبورت لا الستاندرد حتى الستاندرد الالكتريك سسبنشن في سخانات بالمقابض. اوكي. والسيت والمقابض ولا بس المقابض؟ لا المقابض فقط. المقابض. وطبعا زي ما كلنا عارفين اللي بيميز كمان دراجات الافريكا توين الابل كار بلاي والاندرويد اسيست. ممتاز جدا, انا من مستخدمينه ومعجبين. طبعا فيه هذا اقل شيء وهذا اعلى شيء. وطبعا لو وقفت الماركت ركبت جامعة اكبر تفرق معك. تفرق كثير. الطير الامامي 21 انش, اما بالسبورت 19 انش. 19 انش. طبعا هو انسب في الاسفلت اكيد. اللي يسافر ياخذ اللي بيحبوا يسافروا اكثر. هذا الادفنشر سبورت يا جماعه الخير, هذا اللون ادفنشر السبورت. الكتريك سسبنشن. الكتريك سسبنشن طبعا جنبينات كهرباء, تحكم كامل من الشاشه. جميل. حتى الجنبين الخلفي ما فيش تحكم فيه لانه من صحيح. الشاشه. الحين يا جماعه الخير هذا اللون الثاني, الفرق هنا هذاك لو سميناه اي زين او اي واي بلس احلى. اوكي. طبعا الستاندرد هذاك يجي لون واحد ولا لون واحد فقط؟ احمر. احمر. اما ده بيجي اللون الابيض وعليه السسبنشن الكهرباء بس, والفرق الوحيد اللي هو اللون والسسبنشن كهرباء. وفي فرق بسيط كمان وبس, هو مش بسيط, هو مفيد جدا الناس بتحتاجه في السفر. ده الشاحن مكان اللي لو معاك كومبريسور هواء او شيء. بعضهم شايفهم حولينها يو اس بي. اليو اس بي موجود ضامن اوريدي هنا صحيح. على الطريق. الحين نروح الى الاي بلس بلس الادفنشر يعني حاليا البزنس كلاس. الحين تقريبا هم ثلاث افريكا توين ثلاث انواع. نعم. ادفنشر ستاندرد, ادفنشر ستاندرد اي اس اس الكتريك سسبنشن. اوكي. وادفنشر سبورت. اوكي. الادفنشر سبورت تيجي اوتوماتيك جير دول كلتش تيبترونيك تانكي 25 لتر. والميزه الاكبر اللي الناس كلها كانت بتدور عليها ان الدراجه صار الطير الامامي 19 انش. صحيح. ساعدت ناس كتير من خصوصا الاطوال اللي هي بنتكلم من افريج 165 سنتي ل 175. 19 نزل الارتفاع تقصد؟ الارتفاع الدراجه نزل بالضبط. ارتفاع وسلاسه اتوقع في اللفات اكثر. مليون في المية. هذه اقوى ميزه حاليا في الاي بلس بلس اللي انا مسميها الادفنشر. الميزه القويه الثانيه طبعا التانكي. الدراجه يعني تنفع للسفر او مخصصه اصلا للسفر بسبب التانكي. انا بالنسبه لي صراحه ما اسافر بالدراجه, فيفضل اذا ما كنت تسافر تاخذ تانكي الاصغر بحيث انها تكون دراجه اخف. طب في ميزه كمان عندنا حلوه قوي على الدراجه دي. 1 2 3 6 عدسات هنا يمين وثلاث عدسات يسار. كل لما الانجل لين تبعك ينزل على الارض عدسه زياده بتشتغل معك في الملفات في اللينينج. الموديل اللي قبل كان بس لون درجه واحده درجه واحده درجة. هنا
تغيرها 3 درجات. تنزل درجة؟ واضح. كل ما بيفتح معك عدسة زيادة. ميزة ممتازة. لفيت شيء خفيف، ضوالك شيء خفيف. نزلت بالدراجة أكثر، نزل لك النور أكثر. جميل جدا، ميزة قوية. طبعا الأدفنشر سبورت هل منها قير عادي؟ حاليا مش متاح منه قير عادي، كان بينزل منه قير عادي. بينزل. وهينزل بس مش دلوقتي. ممكن على 2026. أجستبل وينشيلد حاليا ما صارت ميزة لأنها موجودة في الستاندرد في كل المدن. عندك كمان البليت الحديد اللي تحت السكيد بليت مغطي الإكزوست مع الإنجن بالكامل. لو خدنا بالنا في الستاندرد هو موجود بس بيغطي الإنجن فقط. بالنسبة للأسعار، الستاندرد اللي هو اللون الأحمر اللي شفناه سعره 66,900، نازل عليه لونش برايس لل 25 ل 63,900. 63,900 ده عرض ليكم. والله عرض جميل صراحة. أنا أذكر أنها كانت 67 صحيح العام. مظبوط. والإي بلس سعره 73,000، نازل سعره حاليا لونش برايس لل 25 68,900. 68,900 يفرق عن هذا 5. ودي أسعار الدفعة الأولى من الدراجات، فإحنا عاملين عروض على أول دفعة وصلت للشباب. جميل. نيجي بقى تاني على الأدفنشر سبورت. نعم. سعرها كان 83,000، صار سعرها 81,900 للمشتركين صح؟ أكيد طبعا. إكسكلوزيف. الله يعطيك العافية. طيب هذه بالنسبة للأسعار، بالنسبة للورنتي، الورنتي عندك على دراجات الهوندا بالكامل سنة أو 10,000 كيلو، وطبعا الهوندا مش محتاجة ورنتي، والسيرفيس الأول بعد الألف مش محتاجة عن تجربة، صدقا مش محتاجة، هتعيش معك 20 سنة ويمكن أكتر كمان. أما بالنسبة للسيرفيس فالسيرفيس الأول فري بعد 1,000 كيلو، والنورمال سيرفيس لدرجات الهوندا يجولي كل 5,000 كيلو طمان سنة أو 10,000 كيلو. جميل. دي ريبل 1100 سي سي، موديل 24. لو خدنا بالنا من تصميم الانجن هو سيميلر للأفريكا توين انجن، هافي ديوتي انجن. تندرج الدراجة تحت فئة الكروزر بايك دي سي تي، والدراجة دي حلوة جدا لإخواتنا البنات كمان اللي بيحبين يدخلوا مجال الدراجات. دراجة كروزر. إيش اللي يميزها للبنات؟ هقول لك ليه. الجلسة بتاعتها مريحة. اولا انت جالس رجليك فلات على الارض. ثانيا اكتر ميزه مفيش دراجة كروزر على ما اعتقد، يعني على حسب معلوماتي المتواضعة بالعالم، جير اوتوماتيك. جميل. سعرها الاصلي 65,000، عليها عرض حاليا 62,900. بيجي منها لونين، اللون الاخضر وفي لون تاني بالديسبلاي اسود. هو جري غامق يعتبر. طيب بالنسبه للنظره الثانيه عندنا الريبل 500. انا برشح الدراجه دي وبقوه از سيتي بايك للاستخدام اليومي. 500 سي سي 2 سلندر اي بي اس، التانكي تبعها 12 لتر بيمشيك من 250 ل 300 كيلو بس زي ما حضرتك شايف، شايف التواير الأمامية والخلفية. نعم. عريضة، فما يعطيلك ان الدراجة يعني ستيبل جدا على الطريق. صحيح. وحلوة جدا في ظل الزحمة دلوقتي اللي موجودة. صحيح. ان انت تبقى عندك دراجة خفيفة ويكون شكلها كمان حلو. جميلة. وبسعر جميلة. كمان كويس كده يعني. شكل قريب من الكلاسيك. نتكلم في دراجة موديل 24 500 سي سي هوندا ب 30,900 بعد الخصم. سعرها. صحيح. الاصلي 33,000 بعد الخصم 30,900. 30,900 موديل 24. كل الدرجات هيجي منها موديلات 25 بس متوقع وصول الدرجات على شهر 2 او شهر 3. شهر 2 وشهر 3 يعني بعد تقريبا 4 شهور من الفيديو هذا. الجولد وينج طبعا المعروف لا يعرف. احنا بنتكلم على 3 موديلات بينزلوا من الجولد وينج كل سنه. الجولد وينج تورينج دي سي تي اللي هو الاوتوماتيك، وده بيكون سعره 146,000 وعليه عرض حاليا 142,900 موديلات 24. بيجي منه اللون الابيض واللون الرمادي باسود. جميل. وطبعا زي ما كلنا عارفين انجن 6 سلندر 1800 سي سي، هيدروليك سسبنشن، اير باج. بالنسبه لل 25 ايش راح يفرق عن حاليا؟ ما فيش اي معلومات مؤكده من هوندا او اعلان أو شيء. بس التسريب اللي نقدر نقوله انه هيكون الالوان بس المختلفه بس. اما بيجي عندك الدراجه الثالثه اللي هي الباجر هوندا جولد وينج، الفرق ان بتيجي بدون الشنطه الخلفيه وسماعتين، وسعرها 127,900. 127,900. النيكد بايك الجميل هذا سي بي 1000 4 سلندر، عليه 4 رايدنج مود، سبورت مود، رين مود، ستاندرد مود، انجن بريكنج، تراكشن كنترول. وانا اكتر حاجه بحبها في الدراجه دي ان الدراجه تحس انها مرسومه ارت. تصميم الانجن، السنجل ارم اللي ماسك التاير الخلفي بيعطيها جماليه واداء. التاير الخلفي بيجي 190. مونستر بايك التحفة الفنية 24
محبين الجنان وصلنا الى محبتكم اس بي ار تربل ار ان شاء الله تبارك الله. هذه الطياره عطنا شويه مواصفات عن الجميل. طيب احنا حاليا بنتكلم دلوقتي على من اقوى الدراجات اللي فئه ال 1000 سي سي كسوبر سبورت بايك موجوده بالماركت. نتكلم اولموست 217 هورس باور اولاند سسبنشن الكتريك سسبنشن بريكات بريمبو. دراجه فيها 9 تراكشن كنترول انجن بريكنج لانش كنترول انتي ويلي اتش ار سي هوندا كلر. ده اللون المخصص للدراجات الهوندا تبع السباق في الحلبات. طاير حلبات موجود عليها. وطبعا اكتر حاجه مميزه للاس بي ان بيجي عليها الاكزوست الاكرا بروفيتش من المصنع. وسعر الدراجة حاليا عليها عرض من 115 ل 110 ألف موديل 24 من 115 ل 110 ألف إلى 110 ألف. أستاذ محمد تقولك في أي وقت والله ما قصرت. الله يعطيك ألف عافية شرفتنا بزيارتك ولنا شرف نشوفك على طول. والله لنا الشرف وإن شاء الله ملتقين على خير واحجزوا لي واحدة من 25 أفريكات والله خليك تمام. الله يطول عمرك ومتابعينك يوم ديسكاونت خاص بإذن الله. تسلم والله ما تقصر. وهذه كانت تغطيتنا يا شباب لوكالة هوندا. بإذن الله راح أرجع في شهر 2 وأغطي لكم الدراجات اللي راح تنزل. حاليا مش موجود مثل ما شفتوا غير الأفريكات وين والديرت بايك نسيت اسمها ال 450. نشوفكم إن شاء الله على خير في الفلوق الجاي. لا تنسون تفعيل جرس التنبيهات. ذكرت أيام الطفولة خلاص كفيك رجعت عند أهله خلاص. هذه كانت زيارة عائلية ويلا ودينا البيت.